الذين استخفوا في حقوق الخلق والبشر واستحقروا حقوق الناس، أحدهم من وراء قصره ومن وراء مكتبه يسن القوانين، قد أمن في سلطانه واطمأن في ماله، ثم زاد الناس فقرا إلى فقره، وزاد البلاد قهرا وفسادا، لقد أثقلوا ذنوبا مع ذنوبهم، لقد ضيقوا على الناس معايشهم وعذبوهم في الحياة الدنيا. يا من أكلتم أموال الشعوب، اليوم يستوفى منكم، المحاسب هو الله، يحاسب على النقير والقطمير. والله لن يظلم أحد قلامة ظفر ذلك اليوم، ولن تفوت على الله فائتة، لن يظلم الناس نقيرا ولا قطميرا ولا خردلة ولا حبة ولا ذرة. ألسنا نسمع قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقمان لما وعظ ابنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.